السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا كوحلان شانل كان لطلية داو ديال ما توحان شعلاستي إنان إن لو ذاقو موضوع عن آمسانهي إن وياي مد آدم مهيم موضوع عاسو آن عوان كيسا ما تهيت الكيسا وغردقاي هاوه قران إن دليلا حضاتك كالا أيكو داوعان قف كستا أو أدوان كميالك قارا وحاو لكل ما دليلو مد آهاتو ماان كستا آه بل كستا آه موي كستا باه أذيقاقن إداوان يا داو ده هدي أذ قانستيد إن أدريو إنك أكجر ميسيد أما أذ مشروعيو أذ دري ميسيد إن أي مهمين أذ كففتيد وحد أوجاته إن هبب يراته أذ سيجي دونن دليلتان كذا ككلام دليلتان كوح كاجا إمان كرا تذكر دون وحلاقي أبدا كاسينين فاهم الكاجا أسحبت هذا أما بدت أنكو قرنين سببها أذ كوكود إيران أياه حكم الأه إن مشروعه أذ ثمين سيد هدي وكوه كاجا جوايو أما سيد أذ دون سون قوايو وحأرك دون تطد أنت كورا يمادن كورنيا صنعك كوشيني صنعك كوني لسكدة سببت كلا أياه تد أياه بس كتيرة إن أنا تعلين إن أي كوار كان هذا جول قارية سببت أدرت أن واحد كلا كل مدون تا دليلتان شوكته دتك صدحات أيه قن كدليل يا أياه دتك كوجدو أه فاميل كاجا أما أصحاب تذا كوجدو دليلتان كنا معها مركز توحن دتك فاميل كاجا أما أصحاب تذا كوجدو وحكي لي أي دنيا لون إن أيكو عاويان تاس أيه كنيسة إن أيه قن كدليلان مركز وح مهم إن دليلتان كأذكر ساتد وحي مهم إن كقاتد وحي أن تنكو كشرنا كتكتد دتك وح أقي بسمان لبو لبضع مدوى كمركي لدليله أذ يون يجبا نيجبك أو قادنا وجوجيا قرشيهيسي أما أرميهي مهمك أووتي سؤاشا مضان إيه إن ليس ويديو أياه ومحي سببتا أي ساموين كوكو يارانسا وحا أي دكا كالكا شاكيان تد إيهو بميشي أي دوني آنگارين أو يقانو أنسدا دكا وحلوك شاكو قفك نوعاني مركا وهيرو داري لدكا غايماني دكا كالي وحا أو بلابا إن أوغو تشواب عليو عارو يعاي مرنبها بيراتي هاو غلان إن وحيابها دكا كالي أي كاشيغيان أي مرنبا كاجوجيسو ريوين كاغا حديد صرحانو كالي آل دايقوف قراءة أو آل دليل بدن كلا كل مسيد دكا كالي ها إسديمن دليل شا وحي مهيم أكا قادو وحي آن فايد كولانا حلقا كوداف دادكان إمكا كو دليل يا أما وحكاشيغيا بريتو مركز قويلة سيديد وحي كويدين دوران سيدابال أصميسي قف كالبادنا واكا مركز دليلو halkii uu cado iyo ay ugu jawaab celin laa istajiya waqtigiisana qaata iskunaday inuu fahmo sababtan ka dambeysa qofkan waxa uu sidaa u leeyahay qofkan markuu arko in la dhaliilayo halkii uu ay iyo cado ugu bedeli laa oo ugu jawaab celin laa ayaa waxa uu markuu ugu horeeyay isweydiyaa qofkan ma yahay mid caawinaya oo isku dayo inuu wax ii faa'ideeyo mise waa qof uu jecel inuu dad kale wax ka sheego su'aalahan waxay qofka ka caawisaa in ay ogaado sababta ka dambeysa dhaleeciddan uu dadka kala kulmayo qofkani wuxuu og yahay in dadka badankoodu ay doonayaan uun inay caawiyaan halkii uu ka nidajabi lahaa dhaleeciddaasna uu ka ego dhinaca boositifka iskuna dayo in wax dadkaas ay ku leeyihiin uu qaato uuna wax ka yara beddelo haddii aan u nimaadno dadka iska jecel in ay dadka kale wax ka sheegaan halkii uu sida qofkii hore u cado iyo ay igu jawaab celin lahaa ayaa qofkan waxa uu sameeyaa in aanu habab yaraati u jawaabin haddii uu dareemiyo in aanay wax faa'iido ka soo socon adduunkan dadka nolosha meesha ugu fiican la ka gaadhay waxaad ogaataa in ay la soo kulmeen dhaliil nooc kastaba ha noqotee laakiin dadkaasi waxay kaga duwan yihiin dadka kale isma ay dheebin riyadoodiina way kaga rumeeyaan adigaagan i daawanaya daawada qofkee baa tahay ma waxaa tahay qofka marka wax laga sheego waxaas ayn maskaxda ka gasho cadhooda niyajaba wixii uu wadana ama uu hayana iska daaya mise waxa aad tahay qof aan waxaas waxba ka soo qaadin oo dhaliisha wixii fiican ka qaata wixii xun iskaga taga haddii videogan uu ku qanciyay daawada waxaan ka codsananaa inaad nagu soo biirtid laagta iyo sabskribtan aadan naga ilaawin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.